بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الخامس الابتدائي، بإذن الله عز وجل هنشرح الدرس الأول من الوحدة الأولى بعنوان يا بني لا تشرك بالله. طبعا الآيات اللي قدامنا دي يا شباب زي ما احنا متفقين أي آية قرآنية أو أي حديث نبوي بنكتب عليه حفظ، ومهم جدا. قبل ما نرى الآيات عايز برضه أقول هذه الآيات تعرض وصايا غالية نصح بها لقمان الحكيم ابنه ليضمن له السعادة في الدنيا والآخرة، حيث نصحه بأن يتقي الله وأن يقيم الصلاة وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على ما يصيبه من أذى وأن يتواضع فلا يختال في مشيه ولا يرفع صوته أبدا. وأيضا يخبر لقمان ابنه بأن الله عز وجل مطلع على كل أفعالنا وأقوالنا مهما صغرت ومهما خفيت، فيقول له إن السيئة أو الحسنة مهما كانت متناهية الصغر ومخفية في باطن صخرة أو في السماوات أو في الأرض، فإن الله يأتي بها يوم القيامة ويحاسب عليها. فالله عالم بكل شيء، الله عز وجل عالم بكل شيء. ولذا يجب علينا أن نخشى الله، أن نخشى الله في كل وقت وكل حين، وأن نراقبه في السر والعلانية. أيضا يا شباب كان لقمان دائم التفكير وكان كثير التأمل، وهبه الله عز وجل عقلا يفكر به في الأمور وعواقبها جيدا. وأيضا كان يتأمل في خلق الله عز وجل وكان يعرف الحكمة من الأشياء. مع بعض بقى يا شباب هنقرأ الآيات وكل ركز معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. نرجع للآيات يا شباب ونقول إن سيدنا لقمان عليه السلام هذه الآيات تتضمن وصايا غالية كان ينصح بها لقمان ابنه ليضمن له السعادة في الدنيا والآخرة، حيث نصحه بأن يتقي الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين، ونصحه أيضا بأن يقيم الصلاة في أوقاتها المفروضة، ونصحه أيضا بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يا شباب المنكر، ونصحه أيضا بأن يتقي الله، ونصحه أيضا بأن يصبر على ما يصيبه من أذى وأن يتواضع في كل وقت وحين ولا يرفع صوته. هنا يا شباب تزوج لقمان وأنجب وأراد أن يهدي ابنه
خلاصة خبرته في الحياة، فوصاه بهذه الوصايا. وبرضو تاني الوصايا بنعيد عليها، الوصايا هي العبودية لله وحده وتجنب الشرك، وأوصاه أيضا بطاعة الله عز وجل وحمده. وتاني يا شباب في هذه الآيات هو البر بالوالدين، وصاه أيضا ببر الوالدين، ووصاه أيضا في هذه الآيات بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، وبالنهي عن المنكر، وأن يؤمن بالله عز وجل، وأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. لأن الشرك هنا يا شباب ظلم كبير للنفس والعقل وإنكار للحق. وأيضا من الأشياء المهمة في هذا الدرس أن من أساس الإيمان بر الوالدين، فالأم هي التي حملت وأرضعت وسهرت وتعبت، وأيضا الأب هو الذي شارك في تربية الأبناء ورعايتهم والإنفاق عليهم. فالشكر يكون لله عز وجل في كل وقت وفي كل حين، ثم الوالدين، ثم الوالدين. ينادي لقمان ابنه: يا بني يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. هنا لقمان أخذ بهذه الوصايا وأخذ يفيد ابنه بخبرته في الحياة، كما نصحه أيضا بأن يتواضع للناس وأن يتواضع في كل وقت وحين، ولا يعرض وجهه عن الناس استكبارا وتكبرا منه. وأيضا في هذه الآيات نصحه بالاعتدال في المشي وخفض الصوت، لأن الصوت العالي مزعج وقبيح كصوت الحمار. طب وكده بفضل الله عز وجل شباب قد انتهينا من درس يا بني لا تشرك بالله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.